بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير. نرحب بحضراتكم ومع لقاء يتجدد معكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ صالح، فأهلا وسهلا بكم. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، بودنا أن نخصص هذه الحلقة للحديث عن العمرة، لو تتحدثون عن حكمها وعن فضلها في هذا الشهر الفضيل المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العمرة مشروعة في كل وقت من السنة، ليس لها وقت محدد بخلاف الحج، فإن الله جل وعلا قال: الحج أشهر معلومات. أما العمرة فإنها في جميع السنة، وهي في رمضان أفضل. العمرة في رمضان أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. ففيها فضل عظيم، فينبغي للمسلم إذا تيسرت له العمرة في رمضان أن يعتمر. أما إذا كان هناك ما هو أفضل من العمرة، أو ما هو واجب، فما هو أفضل من العمرة كأن يكون بقاؤه في بلده فيه منفعة للمسلمين، إذا كان من العلماء يسألونه ويستفتونه ويرجعون إليه ويرشدهم، هذا عمله، هذا أفضل من العمرة. فمن كان في بقائه في بلده منفعة للمسلمين فبقاؤه أفضل من ذهابه إلى العمرة. وكذلك من كان بقاؤه واجبا، إنه لا يترك الواجب ويذهب إلى مستحب، كالذي يربي أولاده ويرعاهم، هذا واجب عليه، وإذا ذهب للعمرة فإن هذا يخل بتربيتهم وإهمالهم، فلا يترك واجبا ويذهب إلى سنة. كذلك إذا كان إمام مسجد ملتزم بالإمامة ومسندة إليه الإمامة، فهذا واجب عليه أن يقوم به ولا يضيعه ويذهب ليأتي بعمرة. وكذلك العمرة إذا لزم عليها ضرر كالزحام الشديد، مثل ما يحصل في آخر الشهر في ليلة 27 أو ليلة الختم، فإن إذا كان الزحام شديدا فلا يعتمر في هذه الأيام المزحومة، وإنما يعتمر في أيام ليس فيها زحمة كأول الشهر أو وسط الشهر، لأن بعضهم قد يحرم بالعمرة ثم إذا رأى الزحام الشديد تنازل عن العمرة ورفضها وهو محرم. ومعلوم أنه إذا أحرم بحج أو عمرة يلزمه الإتمام، ولا يجوز له رفض الإحرام، بل يلزمه المضي والإتيان بالنسك الذي أحرم به، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، قوله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج، فرض يعني أحرم، فإذا أحرم الإنسان صار فرضا عليه أن يأتي بالنسك الذي أحرم به، ولا يجوز له أن يرفضه كما يفعل بعض الناس إذا رأى الزحمة، فإنه يرفض الإحرام ويذهب إلى بلده. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. لعلنا نتواصل بالحديث عن هذه العمرة الفضيلة المباركة، وهل المرأة مثل الرجل في الإحرام ومحظوراته؟ نعم، المرأة مثل الرجل في المحظورات، لأنها يحرم عليها الطيب، يحرم عليها تقليم الأظفار، يحرم عليها أخذ الشعر، يحرم عليها الصيد وهي محرمة،
يحرم عليها الاستمتاع بزوجها والجماع، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ويحرم عليها أيضا تغطية وجهها بالبرقع أو النقاب، تزيل البرقع أو النقاب، قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة وهي محرمة، وتغطي وجهها بالشيلة أو بالخمار. قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. كذلك تجتنب المحرمة لبس القفازين على يديها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبس القفازين وهما شراريب اليدين، المحرمة لا تلبس على كفيها شيء ولكنها تغطي كفيها بثوبها أو بعباءتها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. نعم. حكم تقبيل الحجر الأسود فضيلة الشيخ، وخاصة النساء الآن يتزاحمن من أجل ذلك؟ حكمه مستحب. الحجر الأسود يستلم باليد، يعني يمسح باليد. نعم. ويقبل إذا أمكن، وإذا لم يمكن وجود زحمة فإنه يشار إليه، فإذا وجدت زحمة إنه لا يجوز لا للمرأة ولا للرجل أن يزاحم ويضر بالناس أو يقع في فتنة بأن يزاحم النساء، بل إنه يشير وهو بعيد عن الحجر في أقصى المطاف أو في وسطه، يشير إليه إذا حاذاه ويكبر، هذا هو المشروع. نعم. يقرأ بعض الناس كتبا مخصصة لكل شوط سواء في السعي أو في الطواف، هل لهذا أصل في دين الله؟ لا أصل لهذا، والدعاء مشروع في الطواف والسعي، لكن لم يعين لنا دعاء مخصوص، وكل يدعو بما تيسر له من الأدعية، ولو سكت ولم يدعو طوافه صحيح سعيه صحيح. ومما ينبه عليه الأدعية الجماعية التي تقال بصوت جماعي مرتفع ويشوش على الطائفين وعلى المصلين، فهذا لا يجوز هذا العمل. نعم. بالنسبة لركعتي الطواف، هل هناك قراءة معينة أو دعاء خاص، وهل يلزم خلف المقام إبراهيم؟ إذا أكمل طوافه سبعة أشواط فإنه يصلي ركعتين تسميان ركعتي الطواف، وهما سنة. نعم. ليستا واجبتين، سنة. وأما المكان الذي يصلي فيه إذا تيسر له أن يصليهما عند مقام إبراهيم، يعني خلف مقام إبراهيم، يجعل المقام بينه وبين الكعبة ويصلي، فهذا أفضل، قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يصلي من أي مكان في أي مكان من الحرم. وأما القرآن الذي يقرأ فقراءة الفاتحة في الركعتين هذا ركن لا بد منه، وأما ما زاد عن الفاتحة فيستحب أن يقرأ في الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. نعم. ثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة للسعي هل يلزم الصعود على جبل الصفا؟ الصعود على جبل الصفا والصعود على جبل المروة سنة. نعم. الواجب أن يكمل ما بين الصفا والمروة، لا يبقى مسافة بين الصفا والمروة لم يسعى فيها. وأما الصعود على الجبلين فإنه سنة إذا أمكن، فإنه سنة. نعم. وهل هناك دعاء معين عند الصفا؟ يرفع يديه وهو فوق الصفا ويقول لا إله إلا الله متوجها إلى الكعبة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويكثر من التهليل ومن التكبير ومن الدعاء، ثم ينزل ويصعد المروة إذا وصل إليها ويقول مثل ما قاله على الصفا. نعم. بالنسبة لمن شك في عدد أشواط الطواف أو السعي، يبني على اليقين، إذا شك في عدد الأشواط في السعي أو في الطواف أو في الصلاة فإنه يبني على اليقين وهو الأقل، لأن ما زاد على اليقين مشكوك فيه، فإذا شك هل طاف ستة أشواط أو سبعة أشواط يجعلها ستة أشواط ويأتي في السابع. نعم. تكرار العمرة فضيلة الشيخ في شهر رمضان المبارك، لا ينبغي تكرار العمرة في وقت متقارب، لا سيما إذا ترتب على هذا الزحام
مضايقة الناس والزحام، فإنهم لو أن من أدى العمرة في رمضان ترك المجال لغيره لحصل في ذلك سعة للمسلمين. أما إنه يذهب ويجي ويذهب ويجي والثاني مثله والثالث مثله ويأتون جماعات في أول النهار وفي آخره بالعمرة وفي الليل، فهذا يشق على الناس، مع أن تكرار العمرة في وقت متقارب فيه كراهية. وأيضا خروجه من الحرم إلى التنعيم أو إلى الحل هذا أيضا فيه نظر، لأن بقاءه في الحرم وصلاته في المسجد الحرام وطوافه بالبيت واعتكافه في المسجد الحرام أفضل من أنه يخرج ويأتي بعمرة من الحل. نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ صالح وبارك الله فيكم وفي علمكم. أيها الأخوة الكرام، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك بإذن الله تعالى. كان معكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناته، وجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. على خير، نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.